هذه الدولة كانت حابة تحتل الجزائر قبل فرنسا. شكون يعرف الحكاية؟ إذا ما تعرفهاش دير أبوني وتبعني. الجزائر وبريطانيا بيناتهم عداوة كبيرة، كنا ديما نخطف السفن تاع بريطانيا وبريطانيا كانوا يهاجمونا. صح الحق نهار وين فاض الكأس، بريطانيا دارت تحالف ضد الجزائر، فيه بريطانيا وهولندا ودول أوروبية واحدة أخرى. الهدف تاعهم كان يطيحوا الجزائر اللي كان دارت لهم عقدة. المهم في عام 1816 صيادين المرجان تاع بريطانيا احتفلوا بواحد العيد الديني تاعهم، وهذا الشي استفز بزاف سكان تعبونا والعنابة. أي البحارة تاع الجزائر هجموا عليهم وحكموا قريب 800 أسير. بريطانيا ما عجبهاش الحال وبدات تحشد في السفن تاعها وتوجدهم للصدمة. اللورد إكس موت بمساعدة أميرال هولندا توجوا ب 39 بارجة للسواحل الجزائرية وقالوا بلي حابين يتفاوضوا. صح نيتهم كانت خبيثة، استغلوا الوقت تاع التفاوض وبعتوا عباد باش يروحوا يجيبوا السفير تاع بريطانيا ويخرجوه من الجزائر. صح داي عمر فاقلهم وحطه في الحبس. مالك يعرفوا بريطانيا بهاد الشي هدوا الجزائر باللي يقصفوها. داي عمر ضحك عليهم وقال لهم ديروا واش تحبوا، الجزائر عندها تحصينات دفاعية. المهم بدا الهجوم تاع بريطانيا وكان هجوم عنيف وبزاف بلايص دمروا في ألجي. أيا ومن بعد حبس الهجوم واللورد إكس موت بعت ورقة يقول لدي فيها باش يتفاوض معاه. جنود البحرية طلبوا منه باش يرفض، قالوا له مستعدين نكملوا في الحرب هذه ونهدموهم بأقصى قوة تاعنا. صح الدي عمر تفاوض معاه وقبل الشروط، يقولوا بلي طلق أكثر من 1000 أسير. والدي عمر ما فاقش بلي تعرض لأكبر عملية احتيال، بس كل أسطول تاع بريطانيا خلصت له الدخيرة عليها حبس الهجوم، وهذا الشيء أغضب بزاف البحارة تاع الجزائر، حسوها كشغل إهانة وتم اغتيال الدي عمر.